اهلا بكم، هذه حلقة هامة للغاية. فرق كبير جدا بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان، وكتير من الناس بيبقى نيتهم حلوة جدا، بس زي ما بيقولوا دايما ليست كل الامور تؤخذ بالنوايا. النية ان انا رايح اعمل تجميل سنان حلو جدا، بس النتيجة قد تكون على غير ما اتوقعه اذا ذهبت الاتجاه الخطأ. واذا اردت انا بيعمل لي تجميل الأسنان إرادة خاطئة. تعالوا نشوف مع بعض مثال صارخ لده بس بشكل كوميدي. الممثلة الجميلة الفنانة الجميلة داليا البحيري عملت مشهد مهم أوي من الحياة. صحيح إنه اكسجريتد، يعني طبعا الناس هتقولي إيه هو ممكن حد يعمل الكارثة دي؟ هسأل ضيفي العزيز ممكن يوصل للمرحلة دي ولا لا، شاف حاجة زي دي للدرجة دي ولا لا؟ لكن في حاجات قريبة من كده، مش قريبة يعني للدرجة دي، لكن حاجات انت تشوفيها او انت تشوفها يعني تتخض. هو ده التجميل؟ هو ده تجميل الاسنان اللي بيقولوا عليه؟ يا خبر ابيض، ايه الضب ده بقى؟ طبعا هنا عاملين ضب قوي عشان يوريك انه الغلط بيعمل ازاي وبيعمل كارثه عامله ازاي. وطبعا يعني ما فيش في الاسنان فكره ان انت بتاخد الاسنان وتروح ومتغطي وبتاع وتروح وتكشف، هي مش تجميل وش يعني ويوم شيل الشاش من على الوش هنشوف النتيجه، لا ما فيش كده. لكن ده ممكن يحصل في الحياه؟ ده سؤالي الأول، هل ممكن أخطاء تحصل بالشكل القريب من ده؟ هيكون هذا سؤالي الأول في عالم تجميل الأسنان مع ضيفي العزيز. الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا بأن أنا النهاردة هيكون معايا واحد من الكبار في هذا المجال، واحد من المبدعين اللي أثروا الحياة الطبية الخاصة بعالم طب الأسنان في مصر والوطن العربي، ساهم بشكل كبير في بناء مؤسسة رائع جدا وأيضا بشكل رائع في السياحة العلاجية الخاصة بهذا البرانش الذي أعتقد أن احنا مش بننافس فيه بقى دلوقتي، أن احنا أصبحنا أصحاب الريادة فيه وأصبح الآخرون يلجؤون إلى منافستنا في عالم طب الأسنان. اسم متميز قدير أستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده إجراء مهم جدا، ده حاجة في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى، أهلا بك يا دكتور نور. دكتورنا وحشني جدا. منور جداً الدكتور جدا ضرورك. أنا عايز أسألك بقى بجد، هل ممكن واحدة تجيلك أو واحد يجيلك جاي من تجميل أسنان بشكل قريب من ده؟ طبعا مش بالشكل ده، الشكل ده بتاعي كوميدي قوي يعني. تمام. بيحصل طبعا أخطاء كتير لو ما اتجهتش في الاتجاه السليم زي ما أنت قلت. لازم نتفق ان تجميل الاسنان بالذات اول خطوه الحاله لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل اسنان، لان دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الادوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. لو ما خدتش الخطوه دي احتمال اوصل للنتيجه دي. انا بس عايز اقول معلومه صغيره، ان الحمد لله في مصر دلوقتي بقى في دكاتره كتير جدا 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 بتشتغل تجميل اسنان حلو قوي ومتعلمين كويس جدا وبيطلعوا نتائج هايله،
لان احنا في مصر الدكتور الاسنان انا شايف ان هو اعلى كمان من امريكا ومن المانيا ومن فرنسا، لان احنا بنشتغل دلوقتي على الناس دي. يعني الناس دي بتجينا من بلادها تعمل تجميل عندنا. ليه؟ لان احنا عندنا المهارة اليدوية دي مش موجودة بره. هم عندهم بره ممكن عنده تكنولوجي اوريدي موجودة عندنا، الحمد لله مصر كلها بقت معظم الناس دلوقتي جايبة التكنولوجي الجديد، لكن احنا بنزيد عليهم كمان ان احنا عندنا مهارة يدوية. فالنتائج لما بتبقى صح من عند الدكاترة اللي في مصر انا شايف انها بتبقى من اعلى النتائج اللي في العالم. فلازم الحالة قبل ما تشتغل هشبهها لك بحاجة بسيطة جدا. انت لو رايح تعمل البيت بتاعك هتعمل فيه ديكور، هتدور على مهندس ديكور، اول حاجة بتعملها ايه؟ بتقعد تشوف شغله، تقول له وريني شغلك، بتقعد تتناقش معاه. ليه؟ لان انا مش هروح اسلمه البيت وانا معرفش هو عمل ايه ولا ذوقه ايه ولا اشتغل ولا ما اشتغلش ويجي يجرب في بيت. في مصر بقى الحالات معرفش ليه عندها استعداد انها تجرب في نفسها وخلاص. لا، انت مش مجال التجربة. انت روح، من حقك تروح لاكتر من دكتور، تقعد مع اكتر من واحد، تسمع منه، تقول له طب وريني شغلك، طب انت متميز في ايه. قبل ما نعمل تجميل سنان وده للمرضى كمان، ايه الاجراءات اللي لازم يعملها الكابلز او المريض مع الدكتور ويعرف من خلال المريض ان هو ماشي صح؟ تمام. اول حاجه دكتور تجميل الاسنان لما بيشتغل على الحاله بيعمل حاجتين بيفرقوه عن اي حد تاني. رقم واحد بيعمل حاجه اسمها تحليل الابتسامه. يعني ايه الابتسامه دي؟ ليها شروط. الابتسامه المثاليه الدكتور اللي دارس تجميل عنده ابتسامه مثاليه تمام، الايديال. الابتسامه الايديال دي هو عنده ليها شروط، فبيجيب الحاله بيبص عليها وبيبدا يشوف هي عندها كام في الميه، او ايه عدد الحاجات السليمه وايه عدد المشاكل اللي فيها علشان خاطر يبدا يحلها. فبالتالي لما بيعمل التحليل يقدر يتنقل للمرحلة التانية اللي هي للتصميم. فهنا مثلا احنا عندنا حالة، الحالة كان عندها قبل ما نشتغل خالص عندها جامي سمايل. طيب لو انا قررت ان انا اعمل لها تجميل على الوضع ده، ورحنا عاملين فينير او عملنا كراونز او اي حاجة هنعملها على الوضع ده، هيفضل طول الوقت عندها مشكلة ان عندها جامي سمايل، البرواز بتاع الابتسامة هيبقى فيه مشكلة. يعني هنا الحالة مثلا لما نبص عليها هنقول طب عندها شفت في الميد لاين؟ لا ما عندهاش. علاقة الأسنان ببعض؟ لا فيها شوية مشاكل. فبنبدأ نطلع الأخطاء اللي جوه الابتسامة ونبدأ ننقلها للمرحلة التانية اللي هو هصمم بقى الابتسامة. طب أول حاجة هعملها إيه؟ هعمل الجم. لو ما عملتش الجم في الحالة دي يبقى أنا مش هعرف أعمل تجميل، تفضل الحالة عندها مشكلة في التجميل. فعشان كده أول إجراء إن الدكتور بيقعد مع الحالة بيصورها علشان يطلع كل المشاكل اللي فيها ويبدا يعمل لها تحليل، وبعد كده يبدا ينقلها لمرحله التصميم. فكده يبقى انا ماشي في اجراء سليم، ابقى عارف كده ان انا ماشي في اجراء سليم. دايما المريض اللي جاي يعمل تجميل السنان في كتير من الاحيان بتبص تلاقيه جاي في دماغه تجميل، فانا عايز اقول عليه يعني حافظ قوي فكره ان هو ايه، جمل جمل جمل. تيجي تقول له عندك مشاكل لازم تصلح، تلاقي المريض يقول لك لا ما تاخدنيش في مواويل. تمام. فالسؤال العلمي هنا ولازم الناس تفهمه، اصلاح الاشياء الموجوده جوه السنه من مشاكل ينفع او لازم يكون موجود قبل التجميل، ولا التجميل نعمله على طول؟ لا طبعا قبل اي اجراءات تجميليه لازم افهم ان التجميل ده لو قررنا الاول لازم الناس تستوعب ان فكره التجميل، عشان في فكر خاطئ كده، التجميل يعني اروح اعمل كراونز وفينير، ده مش التجميل. التجميل ان انا اشوف المشاكل اللي عندي ايه واحلها. يعني لو عندي مشكله في اللثه لكن سناني مرصوصه ولونها كويس وعلاقه السنان ببعض كويسه، عملت اللثه بقى عندي تجميل. عندي سناني مرصوصه واللثه كويسه لكن لونها مش مظبوط، لكن مش بدخن كتير ومش بشرب قهوه ونسكافيه كتير، ما بعرضش الاسنان انها تتصبغ بسرعه، ممكن اعمل تبييض في نص ساعه بقى عندي تجميل. فالتجميل الناس ما تربطوش اصلا بالفينير او بالكراون. الفينير او الكراون دول واي او طريقه في بعض الحالات بحتاجها. تمام. طيب انا النهارده محتاج الحاله النهارده هعمل لها كراونز او فينير، قررت ان اعمل لها كراونز او فينير. طيب الكراون او الفينير ده هيركب على ايه؟ هيركب على السنه. لازم الدكتور والحاله يبقوا عارفين ان التجميل ده المفروض اعمله للحاله علشان تعيش معاه ان شاء الله على طول، يعني المفروض ان هو حاجه هتستمر بيها للابد. طيب ينفع بقى اركبها على سنه فيها تسوس والزق عليها كراون او فينير؟
طب ما انا الدعامه بتاعتي اصلا النلا اللي انا هحط عليها التجميل بتاعي هتبوظ. يبقى انا كده مفيش ديرابيليتي. ما هو التجميل مش شكل، التجميل شكل ووظيفه وديرابيليتي. يعني انا هديك شكل حلو قوي، طيب لو باظ منك بعد سنه يبقى مفيش ديرابيليتي. طيب لو انا اللي هو الاستمراريه، يعني انا مش بعمل تجميل علشان خاطر بعد سنه الاقي فيه مشاكل وارجع اعيده واعمل فيه، لا، انا التجميل لازم يكون شكله حلو لكن ديرابل، وبيؤدي وظيفه الاسنان الطبيعيه. يعني السنه الطبيعيه بتقطع يبقى بتقطع، السنه الطبيعيه بتطحن يبقى بتطحن، وبتطحن بشكل طبيعي. فاهم قصدي؟ فانا بالتالي محتاج اظبط واعدل وصلح كل المشاكل اللي في الاسنان قبل ما اعمل التجميل. طيب في ناس بتيجي عندها مشاكل في العضه ملهاش دعوه بالتجميل خالص، حصل له اتريشن او تاكل في الضروس الخلفيه، فبدا العضه بتاعته تختلف. لو جيت عملت تجميل غالبا التجميل ده هيبدا يتكسر، لان بدا لما يبقى في عندي مشكله في العضه ورا بيبدا الحمل يزيد على الاسنان الاماميه، فبالتالي الحمل، احنا ربنا خالق الاسنان الاماميه قواطع مش طواحن، يعني مقصات مش شواكيش بالعربي كده. لو انا مسكت المقص وبدات اخبط بيه كانه شاكوش، ايه اللي هيحصل له؟ هيتكسر، صح كده؟ طيب ما عنديش عضه، واحد جاي يعمل تجميل اسنانه اللي قدام بس، عنده مثلا 8 سنات قدام و8 فوق وتحت، ولا انا عايز اعمل تجميل ما عندوش ضروس ورا خالص، هعمل له ازاي تجميل وهو ما عندوش الجزء الاستوبر او الجزء اللي بياكل عليه ورا؟ هو كده بيستخدم اسنانه الاماميه كطواحين فهيبوظ التجميل. اذا فتحضير الحاله للتجميل اهم من التجميل. يعني انا عندي ان هو يجي يظبط العضه بتاعته، يعمل علاج، يخلص المشاكل اللي عنده، اهم عندي من التجميل. لانه عمل تجميل وما بقاش ديوربل وما بقاش عايش معاه الفترات الطويله يبقى انا كده فشلت. عشان كده تحضير الحاله اهم بكتير من التجميل. طيب عيان جاي لك بعد ما عمل تجميل سنان بيشتكي من حاجات معينه، وليكن مثلا الشكل اتغير زي ما قلنا، ده حاجه. طيب. حاجه الاهم انه مثلا بدا يلاحظ انه رائحه فمه مش جيده، هل هذا يدخل ضمن ان هو تحت لسه الضمان بتاع الشغل؟ طبعا ده لسه مسؤول ان انت لا شوف انا ده انا بقى انا ما كنتش بشتكي من الريحه سيئه. طب ايه اللي حصل؟ ده مهم بقى السؤال ده جدا. خلينا نتفق ان التجميل بروسيس كبيره وصناعه كبيره، تمام، بيخش فيها اكتر من دكتور متخصص. لو انا النهارده حضر لي الاسنان، النهارده مثلا بيعمل اللسة استاذ دكتور علاج لسة، بيعمل مثلا لو محتاج علاج عصب حد متخصص في علاج العصب. طيب اللي بيحضر السنين، اللي بيحضر السنين عشان استقبال الفينير او الكراونز، لو احنا بنتكلم في الفينير والكراون، لازم برضو يكون اللي بيحضر الاسنان هو دكتور متخصص في التحضير. ليه؟ لان حضرتك تحضير الاسنان انت بتحضر السن عشان تستقبل فينير او كراون، قافل حوالين السن مفيش اي جاب او فتحات. طب ده هيحصل ازاي؟ الدكتور اللي بيحضر بيعمل حاجه اسمها فينيش لاين، سواء الفينيش لاين ده في الفينير او الكراون. الفينيش لاين ده زي حرف في السن ماشي في السن بالكامل، سواء لو كراون يبقى حواليها بالكامل، لو فينير حوالين الجزء الامامي من السن، بحيث الفينيره تيجي تخش جوه الحلق ده بالعربي وتبقى بايته جواه، ما اقدرش ادخل ضفري واعديه مثلا من عند الفينيره للسنه. لان لو ده حصل يبقى انا عندي جاب. طب لو عندي جاب، الجاب ده هيبدا بواقي الاكل تتجمع فيه. الجاب هو فتحه فراغ بين الفينير او الكراون والسنه، اللي هو سطح السنه الطبيعي اللي احنا هنركب عليه. طيب الجاب ده لو 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 في جاب، الجاب هيبدا يدخل بواقي اكل، البكتيريا هتبقى موجوده هتطلع لي روائح. لو احنا بصينا على الصوره هنا، الصوره دي اصلا كل دي سنان معموله. نبص كويس قوي على وضع السنان مع اللسه، هتلاقيها مقفله كويس جدا، واللسه شكلها هيلثي طبيعي، ما فيهاش احمرار، ما فيهاش ظواهر الالتهاب اللي هو احمرار واديماتس اللي هي والنسف وتورم والحاجات دي. لا، انت هتبص على السنان تلاقيها طالعه من اللسه، شكل اللسه طبيعي جدا. لسه لو جبنا صوره لسه طبيعيه وحطيناها جنب الصوره دي، دي لسه طبيعيه. ده اتعمل ازاي؟ لان متحضر السنه متحضره صح. يبقى هنا المبدا مش ان انا باخد تجميل شكلا، انا التجميل لازم يحافظ لي على وظائف السنه وحافظ على شكل السنه، وفي نفس الوقت يحافظ على صحه اللسه، الانسجه الداعمه اللي حوالين السنه، ده مهمه جدا. حضرتك حطيت لك دلوقتي التجميل واشتغلنا وقعدت لك اربع خمس شهور وفجاه بقى في التهاب شديد في اللسه، التهاب اللسه بيؤدي الى تاكل العظم اللي حوالين السنه. يبقى انا بدات اضر
في الانسجه الدعم اللي حوالين الاسنان يبقى انا ممكن اخسر اسناني واعمل لها مشاكل. لا، انا مهم قوي التحضير. التحضير مهم زيه زي الحصول على النتيجه النهائيه شكلا. دايما الناس ما تنسقش ورا فكره الشكل. الشكل هناخده كده كده هناخده، لا، الصحه، صحه السنه نفسها هي الاهم. المفروض هي الاهم عند الدكتور، مش الشكل بس. الشكل ده جزء، الوظيفه وصحه الانسجه الداعمه للاسنان ده مهم جدا. طب عايز اروح لمنطقه تانية مهمه قوي، التحضير بتاع الفينير. تمام. طالما احنا رحنا للفينير، لانه دلوقتي رجعت ايضا فكره نوبريب فينير. تمام. بدات الناس تتكلم عنها تاني. تمام. عايزين نفهم، افهم منك حقيقة هذا الأمر إيه؟ طب المستقبل فيه إيه؟ الحاضر فيه إيه؟ الماضي فيه؟ احكي لي قصة من أولها. طيب أنا هتكلم عن رأيي أنا شخصي وعن حالات أنا يعني شفتها بعيني. في ناس طلعت قالت إن هم اكتشفوا حاجة مش موجودة في الشرق الأوسط، هو النوبريب. أنت تفتكر النوبريب ده إحنا اتكلمنا فيه من كام سنة أنا وأنت؟ ده أنت قايله لي في 2013 وكنا بنتكلم في مشاكله. صح، كنا كناش جايين بنفرده ان هو حاجه جميله. لا وبعدين احنا شرحناه. طيب انا اقول لك بقى، النوبريب ده تاريخيا هو من سنه 2000. ايوه بالظبط. شوف يعني انا عارف ازاي. موجود سنه 2000، يعني هو مش اختراع، يعني ما حدش اخترعه النوبريب. في حد قال ان انا اخترعته؟ في ناس كتير بقى بتقول انها اخترعته دلوقتي، وان هو مش موجود في الشرق الاوسط وهم جابوه. حاجه موجوده من سنه 2000. انت اخترعتها ازاي؟ يعني ايه الحدث اللي انت عملته ده؟ هو موجود اصلا؟ ده بالعكس، ده هو مش موجود، ده هو كان موجود ودكاترة التجميل اشتغلت بيه بالذات في الفترة من 2003 لغاية 2007، وبدأت الدكاترة اللي اشتغلوا بيه جيلهم فيدباك سيء جدا. ليه؟ كل المشاكل بقى اللي بنتكلم عليها على التجميل. يا دكتور انا عندي ضب، ما انا بدون تحضير، يعني انا جبت الفينير ورحت حطه على السنه، هي سطحها زي ما هو، ورحت حطه على طول. طيب الزياده الثيكنس اللي زاد ده ايه؟ ما دي حاله معموله نوبريب. بص على الحاله شكلها عامل ازاي. ما بص، حتى باين قوي لسه فيها مشاكل يعني. هنا بقى النوع القصه الثانيه. احنا الفيدباك اصلا المشكله كانت فين؟ حضرتك لما بتحط فينير بدون تحضير وبدون، من غير لما تحط له، من غير ما نعمل الفينش لاين اللي احنا قلنا عليه، ايه اللي هيحصل؟ هيك هيبقى في حاجه اسمها ليدج، هيبقى في حرف للفينير ده، لما تحط ضفرك كده هيعلق. طب طيب ايه اللي بيحصل؟ لما بتيجي تغسل سنانك مش هتعرف تغسل الجزء ده كويس قوي. ده نو بريب فينير. بص كميه المشاكل، هوريك بقى صور من يعني بعد كده كبيره. بص ايه اللي حصل للسه. اللسه دي كانت المفروض قافله على الفينير هنا. ايه اللي حصل؟ التهبت. لا ده حصلها ريسيشن. اللسه بالعظم بتاكله. هي طبعا ملتهبه جدا. اللسه حصل لها ريسيشن، تراجع، وبدات يعني تتراجع. هنا انا خسرت عظم ولسه. احنا قلنا سمك الفينير قد ايه؟ 2 من النوبريب دي سمكها من 2.3 من 10. طب انا 2.3 من 10 دول سمكهم سمك ورق رفيع قوي كده. طيب لو انا شلت السمك ده، انا شلت السمك اللي انا هحط قده بالظبط، يعني انا هشيل قد الفينيره سمك رفيع جدا. طيب بس ده هيديني ايه؟ هديني رقم واحد انا مش عامل لي بروز في الاسنان خالص. رقم اتنين ان انا بيت. انا باكد على كلمه بيت دي، يعني يعني الفينيره او باتت في مكان معمول لها، فبالتالي بقت جزء لا يتجزا من السن. هتيجي الحاله تقول لي يا دكتور بس انا كده بردت من سناني واسناني خسرت منها. هقول لك معلومتين. ومعلومه تانية الناس بيضحك عليهم، يقول لها ايه؟ لو انت قررت تشيل الفينير هتلاقي اسنانك تحتها سليمه. طب انا اقول لكم بس على معلومتين مهمين جدا. رقم واحد، الفينير اللي بيتلزق ده اللي هو النوبريب، هو بيتلزق ازاي؟ مش بيتلزق بمواد كيماويه وبيتعمل للاسنان اتشنج؟ طب الاتشنج ده مش بيخشن سطح السنه؟ طب انت لو شلت اصلا الفينير اللي انت لازقه بالاتش ده، بعد شويه الاسنان خلاص بقى سطحها خشن، فالاسنان هتلون. اذا فما تقولش للحاله، ما تضحكش على الحاله وتقول لها ان انت تقدري تشيلي الفينير بتاعك اي وقت. دي معلومه اصلا مش صح. لان وحتى انا قلت يا جماعه طب شيلوا الفينير، يعني شيلوا الفينير وروني هتمشوا بيه ازاي، يعني عايز يعني خليه يشيله لك وخليني يعني نشوف هنمشي بيه ازاي. عايزك تكلمني على الهاند ميد، ليه بدا يرجع تاني؟ او وايتي بتالي يعني انا شايف انه كل كلامكم عن الهاند ميد كتير قوي. احنا بنتعامل دايما كده، عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. لازم نقتنع ان انا التجميل في الاخر لازم
السنه اللي انا عاملها تجميل تبقى سنه طبيعيه بتتعامل مع الضوء زي السنه اللي ربنا خلقها، وشكلا فيها المورفولوجي بتاع السنه اللي ربنا خلقها. هقول لك مثل صغير قوي، ايه الفرق بين الانسان والقرد؟ شويه تفاصيل بسيطه جدا، هما تقريبا نفس الهيكل 9، يعني لو ما اجيبوا الجينوم بتاع الاثنين طلع 99%، صح؟ الفرق تفاصيل توزيع الشعر، حجم الجمجمه، حاجات بسيطه قوي. السنه اللي ربنا خلقها ليها تفاصيل. طيب السنه اللي ربنا خلقها دي عباره عن طبقات، علشان اعمل اسنان شكلها طبيعي يبقى لازم اعملها بنفس الطريقه اللي اتعمل بيها السنه الطبيعيه. طب السنه الطبيعيه عباره عن طبقه على طبقه على طبقه، احنا الهاند ميد بنعمل الاسنان طبقه على طبقه على طبقه على طبقه، فيها بقى ايه الجزء الانامل اللي هو جزء المينا، فيها جزء الدنتين، عشان كده لما نبص على حاله زي دي هتلاقيها فيها جزء الشفاف بتاع السنه، فيها التعريج، بص التعريج اللي جوه السنه دي، التعريج للسنان اللي جوه السنه الطبيعيه. التجميل مش ان انا الناس تمشي تشاور عليا وتقول ايه ده انت عامل تجميل، ده مش تجميل. التجميل يبقى شكل اسناني حلو فيها هارموني عليا، فما يبانش ان انا عاملها، يبان ان شكل اسناني حلوه بس، الناس تقول لي الله اسنانك حلوه. دايما بقول فكره ان انا الابتسامه خلفيه ليا مش انا واقف وراها، فعشان ابقى باصص بكلمك واسنانك واخده عيني، سواء بقى كانت باللون او يعني ان لونها افتح من لون بياض عيني، او ان المورفولوجي بتاعها عامل زي البلاط والتباشير والكلام ده، لا كده انا عامل حاجه قد الحمد لله. الحمد لله الدكاتره كتير في مصر عارفين الكلام ده وبيشتغلوا صح، الحالات دلوقتي بقت فاهمه الكلام ده وبدات تيجي تقول ده انا بقيت مبسوط جدا. ليه الحالات بقت تيجي تقول لي دكتور والنبي انا عايز اعمل تجميل مش زي التباشير، مش عامل زي البلاط، انا عايز اعمل تجميل شكله طبيعي، يبقى شكله طبيعي عليا فيت عليا انا. المعلومات دي بدات الحالات، وده دور على فكره البرنامج اللي احنا فيه، البرنامج اللي احنا فيه محاربه الخرافات زي ما انت بتقول الانترو بتاعك، محاربه الخرافات في الطب كله. طيب الحالات من الدور ده الحمد لله وصل للناس، فالناس بدات تبقى فاهمه. قله قليله قوي من الناس اللي مش فاهمه، وقله قليله جدا جدا من الدكاتره اللي هو ايه انا بسميه دجال الطب، ده هتلاقيه في كل الفروع. هتلاقيه في التخسيس موجود، اللي يقول لك خد عشبه مش عارف ايه ويخسسك بالسحر، وفي طب الاسنان يقول لك السنه اخترعت، مفيش حد اخترع في طب الاسنان، فكره انا اخترعت دي مش موجوده. ما يعني اللي بيخترعوا دي شركات كبيره جدا، والشركات دي بتقعد سنين علشان خاطر تطلع منتج، ما ينفعش تنسب لنفسك اختراع. اختراع ايه؟ نورتني واسعدتني، ضيفي العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى كان في الدكتور، خليكم مع الدكتور.